فردك على نهائي كأس سمو ولي العهد. ولي العهد ايه ضد القادسية. القادسية اللي صارت فيها السالفة حكم كابتن مبارك شعيب بنالتي في البداية على حمد أمان. كنا عيسى وليد اللي وياه عيسى وليد وحمد أمان لدرجة أن حمد أمان ما يدري أنه بلنتي. مس عليهم بالخير الله يعطيهم العافية. حتى أخونا فجأة صارت مشكلة. أول شيء نمسي على أخونا أخوي مبارك شعيب بالحكم أمانة. يعني أنا مو متواصل معاه ومن يومها للحين متواصل، لكن يظل شخص ويستاهل الاحترام، إنسان مو معصوم من الغلط. أيام أنا غلط، أنا بعد المباراة رحت هم من غلط عليه وتهجمت وصار حكي ومعاتب، ولا ما أنا عادي أمر طبيعي بشر خطائين، لكن اللي صار بهاليوم شيء مو طبيعي كان، لدرجة إن هالموقف هذا قلت أنا قبل ما أدري لاعبين القادسية صاعدين يانا بالمنصة، أذكر الحين صالح الشيخ أقول له إيش فيكم؟ قاعد يقول ندري إن اللي صار مو طبيعي، أقسم بالله النعمة والله قال ندري إن اللي صار. أذكره كان صالح يانا يعني كنت قاعد حلطم عليك شفت إيش صار وما شنو الأمور، قال شو نسوي ندري يعني شو نسوي؟ يقدر إن حتى حمد مسكين ما كان يدري. شوف اللقطة حمد ما يدري إنه بلنتي، عيسى قام يبي يمشي بيكمل كان يصفر وبعد استوعبه واستأنسه إنه بلنتي. يعني لاعب ما له شغل بالنهاية، الحكم أعطاني قرار أكيد بفرح سواء أدري أو ما أدري بفرح بلنتي وبنهائي، فأنا ما لهم لاعبين قادسية ألوم يعني القرار من أخوي مبارك شعيب. يعني بالنهاية قلت لك الإنسان مو معصوم الغلط، يمكن هو غلط، هو ما يشوفه غلط أصلا، هو يشوفه قرار صحيح. إذا يشوفه قرار صحيح فهذا يعني أمر أتركه للناس اللي تشوف الحلقة. مستحيل ردة فعلك، البعض يرى أن ردة فعلك مبالغ فيها، بنالتي ونحسب صحيح مو صحيح، أنت في 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 نهائي بحضور سيدي سمو ولي العهد تتصرف هذا التصرف، محاولة تهجم على الحكم المباراة يلام فيها حسين المسوي. والله أمانة يعني حزت، أنت ما تفكر يعني من موجود بالملعب والأجواء تكون شوية بحرارة وعصبية ومحتر داخل الملعب، ففيك غارية على فريقك يعني تحس أنك مظلوم يعني حزتها، فتبي تدافع عن فريقك بأي شيء. يعني كنت رايح له أبي أسمع جواب شلون حسبتها، يعني شنو اللي شدك أن أنت تحسبها بلنتي يعني. فمسكوني اللاعبين ردة فعل طبيعية، خلي اليوم أنا مثلا خليك تتعب 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 وتسوي مجهود جبار بالإعلام، أي أقول لك ترى أنت يعيب 1 من 10 يلا توكل على الله، شو يصير فيك؟ بتقول مظلوم ترفع كتاب وبتسوي تطلع عن طورك. بس أنا سويته على شكل رياضي يعني، يمكن بالغت ما بالغت بالنسبة لي، لا ما بالغت بس ندمان عليه، ندمان عليه بس ما بالغت، ندمان عليه لوجود نعم. اسمه ولي العهد يعني فقط، يعني مو ندمان لأن مثلا إنه طلعنا بهالصورة قدام عرفت، لكن لسبب ما كان بدون سبب يعني. يعني أنت المفروض تدير المباراة بشكل أفضل بوجود سمو ولي العهد، لكن قلت لك بالنهاية أخوي مبارك شعيب ترى إنسان ممكن يغلط معيب يعني، والأمر طاف عليه تم 10 سنوات يمكن 2012 2013 2014 يمكن كان إيه، فطاف على الأمر يعني سنين. الحين دخلوكم بعلي غرفة اللاعبين، تذكر مشاعر اللاعبين بعد هذه الخسارة؟ لاعبين تذكر بعد التصرفات؟ إيه غرفة الملابس الجمهور ما يدري عنها. والله أمانة كان كله تحلطم، كنا نقول ما نعتبر نفسنا خسرانين، احنا الأحق كنا بالمباراة ان احنا نفوز فيها، لكن في أمور أكبر منك ما تقدر تسيطر عليها اللي صارت بالمباراة. دائما في الحكم هو اللي يدير اللاعبين بالمباراة، هو اللي يدير المباراة، كان ما سموه حكم هو اللي يحكم، فلأن انت تكون تحت فوقك حاكم هو اللي يحكم عليك قصبا عليك تنصت حق قراره، هذا اللي صار معنا. فدائما كان في تشجيع من اللاعبين، كان هدوء وكان ضيقه وكان زعل، لكن الكلمه النهائيه اللي سمعناها ان احنا الحق بالفوز كنا، واحنا اللي كنا نستاهل، وبالنهايه ظلم عادي يعني كل لعبات تصير فيها ظلم.